سلم الوسيط الألماني حركة حماس رد إسرائيل على صفقة تبادل الأسرى، فيما أعلن القيادي في الحركة محمود الزهار أن حماس بحاجة إلى عدة أيام لتقديم ردها. نعم، وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قد أكد أن إطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليت سيتم عبر خطوة مسؤولة وليس بأي ثمن، في إشارة إلى استحالة الاستجابة لكافة مطالب حركة حماس. في غزة تسلمت حركة المقاومة حماس رد إسرائيل على صفقة تبادل الأسرى عبر الوسيط الألماني. الحركة قالت إنها لن تقدم ردها إلا بعد أن تجري مشاورات قد تستغرق عدة أيام. وتجنبت حماس التعليق على أنباء ترددت أفادت بأنها قد توافق على إبعاد بعض الأسرى كما اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلية. فقط اكتفت حماس بالقول انها ستبلور ردها في العاصمة السورية دمشق بعيدا عن أي ضغوطات. وفي تل أبيب اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان اطلاق سراح الجندي الاسير جلعاد شاليت سيتم عبر خطوة مسؤولة وليس بأي ثمن، في اشارة الى استحالة الاستجابة لكافة مطالب حماس دون مناقشة. كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب بابعاد 100 أسير فلسطيني من الضفة الغربية سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة مبادلة جلعاد شاليت بألف أسير فلسطيني، وهو شرط جديد أضافه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يرى مراقبون أنه قد يعقد مسار الصفقة. كما يرفض نتنياهو كذلك الإفراج عن 9 أسرى تطالب بهم حماس، من بينهم القائد الفتحاوي مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات. مزيد من المتابعة عبر الأقمار الصناعية مع دكتور مخيمر أبو سعد أستاذ العلوم السياسية جامعة الأزهر. دكتور مخيمر، مبدئيا كيف تنظر إلى صفقة شاليت بشكل عام وما يدور حولها من لغط وحديث كثير بعضه متضارب؟ يعني صحيح، صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل مرت بمجموعة من العقبات خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الحديث المتفائل الذي تم الحديث به سواء من قبل إسرائيل أو من قبل الوسيط الألماني، إلا أنه يبدو أن هناك لا زال عقبات أمام هذه الصفقة. وواضح أن حركة حماس كان ردها اليوم هو إعطاء حركة حماس مزيد من الوقت لكي تدرس المقترحات الإسرائيلية. أنا أعتقد أن هناك يعني مسألتين أساسيتين تعيق هذه الصفقة. المسألة الأولى وهي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحكومين بمحكوميات عالية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأين سيتم نقلهم، حيث أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل ترفض إطلاق سراح بعضهم إلى الضفة الغربية. ثانيا، حركة حماس تصر على إنهاء الحصار بشكل كلي وشامل كجزء من هذه الصفقة، ولذلك يبدو أن الأمور يعني لا تسير بالاتجاه السليم. يبدو أن تشدد حماس سوف يعيق التقدم في هذه الصفقة، وتشدد إسرائيل بالمقابل في عدم إبداء أي مرونة تجاه هذه المسائل التي طرحتها حماس. ثانيا، أنا أعتقد بأن حركة حماس ليست مستعجلة للتوصل إلى هذه الصفقة. لا يوجد هناك في الأفق الفلسطيني أي انتخابات فلسطينية قادمة حتى تستعجل حركة حماس وتصل إلى هذه الصفقة لكي تحسن من صورتها ومن موقعها في الساحة الفلسطينية. طيب دكتور مخيمر، في ظل ما تفضلت به، يعني ماذا تتوقعون من رد حماس بعد عدة أيام، خصوصا في ظل الأنباء التي ترددت أنه حماس قد توافق على إبعاد بعض الأسرى كما اشترط رئيس الوزراء، وكيف تتوقعون أن ترد إسرائيل خصوصا فيما يتعلق برفع الحصار كاملا؟ يعني أولا، في مسألة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وخاصة أصحاب المحكوميات العالية، حماس منذ البداية اشترطت يعني كثير من الأسماء الفلسطينية والمحكومين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية. إسرائيل من حيث المبدأ وافقت على إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم، ولكن إسرائيل ترفض إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، حيث أن الأجهزة الأمنية ترفض وتعتبر أن ذلك يشكل خطرا على الأمن الإسرائيلي.
ولكن حماس تعلم تماما أن أي صفقة يتم من خلالها ترحيل بعض السجناء إلى الضفة إلى قطاع غزة أو إلى دول عربية ودول أجنبية سوف يحسب على حماس ولن يحسب لها، ولذلك حماس تحاول أن تطلق سراحهم إلى أماكن سكنهم سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. أما الناحية الثانية إسرائيل تصر على أن مسألة الحصار ليس لها علاقة بشاليط، وأن إسرائيل فرضت الحصار على غزة وعلى حماس بسبب رفض حماس شروط اللجنة الرباعية، وثانيا بسبب سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة. ولذلك إسرائيل لا تريد إنهاء الحصار بشكل كلي وبشكل شامل، وتريد أن تبقي هذا الضغط السياسي على حماس في المستقبل، وبأن يعني المسألة ليست مرتبطة بشاليط في الوقت الحاضر. إذن دكتور مخيمر، هل تعتقد أنه رد حماس سيتبلور داخل حماس، أم أن هناك جهات أخرى قد تكون مؤثرة في اتخاذ القرار؟ يعني حركة حماس تقول بأن يعني اتخاذ القرار في هذه المسألة يتم من خلال مجلس الشورى ومن خلال الهيئات القيادية في الحركة سواء على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والسجون، وكذلك قيادة حماس في الخارج. ولكن من المؤكد هناك تأثيرات خارجية على قرار حركة حماس في كثير من المواضيع، ويمكن أن نعتبر أن مسألة إطلاق سراح يعني مسألة التوصل إلى صفقة يمكن أن يكون لها بعض التداخلات الإقليمية، ولكن في نهاية الأمر حماس تحاول أن يعني تصنع قرارها في هذه المسألة بما يخدم حركة حماس في الشارع الفلسطيني وبما يخدم وجودها وحكومتها في قطاع غزة بالدرجة الأساسية. طيب على ذكر الأسير شاليط، يعني حماس استخدمت ورقة شاليط كورقة رابحة، في رأيك هل تمتلك من أوراق أخرى للضغط وللتفاوض على بقية الأسرى؟ عمليا إذا يعني تم التنازل أو تم التوصل إلى صفقة فيما يتعلق بشاليط هذه المرة، لا أعتقد بأن حركة حماس تملك أوراق مساومة أخرى في المستقبل لكي تضغط على إسرائيل لإطلاق سراح يعني أسرى فلسطينيين آخرين، إلا إذا لجأت حركة حماس إلى أسلوب يعني خطف جنود إسرائيليين في مرات قادمة، ولكن أنا أعتقد بأنه يعني تجربة خطف شاليط كانت مريرة وتجربة يعني متعبة جدا للشعب الفلسطيني وبالتحديد هنا في قطاع غزة، ولذلك حركة حماس تعلم تماما أن هذه الصفقة هي الصفقة التي يجب أن تحاول من خلالها إظهار النصر الكبير وإظهار أنها حصلت على ما تريد من شروط سواء من خلال إطلاق سراح الأسرى أو من خلال فك وإنهاء الحصار، وبالتالي هذه هي أهم الأوراق التي تستخدمها حركة حماس. طبعا بالتأكيد هناك أوراق سياسية أخرى لها علاقة بشروط الرباعية ولها علاقة بالموقف الدولي، ولكن في مسألة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ورقة شاليط هي الورقة الرابحة والأخيرة في يد حركة حماس. لكن يتخوف البعض دكتور مخيمر من أنه مع انتهاء صفقة شاليط أن يكون القطاع قطاع غزة معرض لعدوان إسرائيلي، هذا التخوف هل تعتقدون أنه في محله؟ أنا بصراحة لا أرى أن هناك علاقة كبيرة بين مسألة إطلاق سراح شاليط وقيام إسرائيل بعدوان جديد على قطاع غزة. العام الماضي إسرائيل قامت وشنت حرب عدوانية وحرب همجية على الفلسطينيين في غزة، وكان شاليط في الأسر، ويعني إسرائيل كانت تعلم تماما أن حياة شاليط معرضة للخطر. وعلى أي حال يعني أنا بعتقد أن مسألة إعلان عدوان جديد على الفلسطينيين في غزة لها علاقة بسلوك حركة حماس كحكومة في غزة. إذا ما كان هناك موجة أخرى من إطلاق الصواريخ على إسرائيل يمكن أن ينتج عن ذلك عدوان إسرائيلي جديد، ولكن أنا بعتقد ولازلت يعني متأكد من ذلك أن إسرائيل هي المستفيد الأول من حالة الانقسام، وإسرائيل مستفيدة من إطالة أمد الانقسام الفلسطيني إلى أبعد وقت ممكن. الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية جامعة الأزهر بغزة، شكرا جزيلا لك.